احنا من نازحين جرف الصخر في هاي المخيمات، صار 10 سنوات بهذا الظرف التعبان، ظروفنا تعبانة والله. بعض العوائل واحنا ما تقدر يعني مسواق معيشي ما تقدر تجيب باليوم الواحد. احنا هسه مي هنا حاليا اسالة لهاي المخيم، ما يقول لو هذا بالاسالة حسب قول الناس والمنطقة، نقول لهم ليش ماكو مي؟ يقولون ابو الاسالة يريد توظيف. يلا يعني احنا مو دولة ولا إن شغل، إذا نجمع على ألف ألف العائلة 2000 ما يخالف بالشهر، بس إحنا ما عندنا إمكانية أكثر، يعني حتى مصرف لأطفالنا ما عندنا. ونريد نأمل من هذه الأمور كلها أن يرجعونا لبيوتنا، وجزاكم الله خير. غرقت، هاي صارت المي طلع من ورا من ورا، وهاي كلها برا خارج. احنا اهالي جرف الصخر ببزيبز، المطر البارحه مطرت الدنيا، اللي انشقت خيمته وراحت، واللي غرجان غراضه، واللي غرجان التغذيه مالته، هاي وحده مي كان يجينا مي، هسه مينا سد، ما عندنا مي. خلف الله على الخيرين يجيبون لنا مي، هاي اخوي يجيبون لنا، هاي وحده. احنا هنا المن احنا قاعدين هنا، احنا من اهل جرف الصخر، ليش قاعد تبع الحكومه؟ ليش ما يرجعونا؟ يعني شنو المبرر مالنا؟ احنا شغلتنا هنا والله ما تفيد يا ناس. اولا المريض مالنا الله وكيلك هنا يموت وما عنده خرجيه يروح يودي نفسه للطبيب، هاي وحده. هاي وحده. الثانيه هسه انت هنا اكو ناس هسه برمضان، ولا نسولف فيها مدري شلون، هي على ذاعه. الله وكيلك اكو عائله فلا اقدر اشتري دجاجه، تدري ليش؟ دجاجه ب 5000، 3 كيلوات ب 15000، ناس ما عندها، ما دي يودي نفسه للطبيب، ما دي يودي يجيب فطور لعائلته. فخلف على الخير، خلف الله على الخيرين نوبات يجيبون للمهجرين، والله يجيبوا لهم فطور، يجيبوا لهم شيء. واحنا والله هنا معاناتنا والله ما تفيد، يعني بكل الاحوال ما تفيد. احنا نعتب علي من هسه، بس قل لي علي من نعتب. نريد واحد يداعينا يرجعنا لمكاننا، ما بيها فايدة لنا، نظل 10 سنين، 20 سنة، 15، ما بيها فايدة لنا. المشكلة مالتنا احنا قاعدين وساكتين، لا نعرف عش قاعدين، ولا نعرف ليش ما يرجعونا، ولا نعرف ليش شنو الأمر مالنا. واحنا غير ندحج على الناس، المحافظ على غيره، على رئيس الوزراء، على يعني على البرلمانيين. نعتب على كل الناس الخيرين يرجعونا لديارنا، ديارنا غيرها ما عندنا، احنا عندنا هاي خيمة، والخيمة الواحدة غرجت. أنا أحد النازحين المخيمات بزيبز، يعني هاي نظرتكم على هالمخيمات؟ هاي نظرتكم هاي على هالأمطار والبارحة جتنا؟ يعني قرقت الفريش وهاي، ويعني مقبلين احنا على عيد، يعني بعد 8 ايام 9 ايام يجي اينا عيد، يعني ملابسنا يعني ما اشترينا، يعني بلكت يجي واحد يتبرع لنا بملابس بفلوس، ويعني احنا نشتري، هل يطلع من ايديهم؟ والله يعني هاي الامطار يعني ملابسنا تبللت، يعني ظلينا على ملابسنا، ظلينا لهسه يعني ما نقدر نبدل ملابسنا، كله مبلل وملابسنا وهاي من الامطار. اطالب ان لو يرجعون ديارنا، لو يشوفون صوره حل. احنا من اهالي جرف الصخر، وصارنا تقريبا 10 سنين هنا بالصحراء قاعدين مهجرين، واحنا نطالب الدولة بان ترجعنا القيعان، واحنا هنا امورنا كلش تعبانة وظروفنا صعبة، كلش صعبة. يعني اوسط شيء المي، احنا هسه مي ما عندنا، لا غسول لا شريب، والامور تعبانة الى ابعد الحدود. ومو بس يعني هاي العوائل الموجودين هنا كلتهم تعبانين، وهسه هذا المطر، وجانا النوب الصيف،
والامور يعني كلش تعبانه. اللي يجي ويطب علينا يشوف معاناتنا شلون. احنا وضعنا المعيشي يعني صفر، اي صفر، يعني عايشين يعني احياء وموات نفس الشيء. اي كنا غادي بمنطقتنا نزرع، عايشين على الحلال، منطقه ريفيه، ومن جينا هنا احنا ما نقدر نشتغل يعني مثل بعض الشغلات. احنا بس على الزرع نعرف، يعني ما يقدر مثلا نروح نشتغل لنا غير مثلا مهنه مثلا حداد او فرشي ما نعرف لها. فاحنا شغلتنا بالزرع، هسه قاعدين هنا بالصحراء يعني لا حول ولا قوه. احنا نازحين من جرف الصخر، صار لنا هاي السنه التاسعه هنطب العاشره وبالخيم، وهاي كل ما تجي مطره انغرق. يعني هاي الخيمه هسه عندنا كلها غرقانه، غرقت خيم كلها غرقت، ما ظل لا غذائيه ولا كل شيء، كلها اللي بطانيات غرقت، الغلاف كلها غرقانه. يعني سوى او البيت هو غرج هاي المطره، كلها جاي تشوف الناس، والناس الحكومه اللي يسوون لنا حل، لو يرجعون لبيوتنا لو يسوون لنا حل، يعني اللي يساعدونا مساعدات بغذائيه. مي ما عندنا، صار شهرين مي ماكو، يعني هسه مي غسول ما عندنا، حتى ما هاي المي الغسول مي شرب يعني اشتري مشترى، والناس ما عندها امكانيه، الناس تعبانه حيل، تعبت حيل. فناشد الحكومه ان يسوون لنا حال، يرجعون لنا لمناطقنا او يعطونا يعني مساعده، يساعدونا بماده بغذائيه بشيء، امورنا لا تحيل. وعندنا مرضى، حتى اكثر الناس يعني من هاي الامطار الاكثريتها هسه عندنا حجيه، صار لها كل ما تجيها مطر فوق مطر، صار تقريبا شهرين ثلاث اشهر مريضه هي، وقبل خمس ايام اربعه توفت بسبب الاكثريتها الامطار والمي، وتعبت يعني بالخيمه تعبت. أكثرية الناس اللي عندنا المرضى بالخيمات، الخيم عندنا يعني موتت من التعب والنفسي وعلاجات ما عندهم، كان ما عندهم يجيبون علاج، فلوس ما عندهم يجيبون كل شيء. فهسه احنا حتى المحلات عندنا هنا الأكثرية ناس تطلبها فلوس ما يقدر توفيها، ما عندهم إمكانية. فنطالب الحكومة يسوون لنا حل، يعني الدولة ما يقدر تسوي حل للنازحين هالجرف الصخر، يرجعونهم أما ينطونهم مساعدات، يساعدونهم يعني بأي شيء، بخيم ينطونهم يعني حتى يبنون كل واحد غرفة هم يستقر بيها أفضل. بس بيوتهم يعني هسه احنا انا مسافة هسه منا يعني ايه منا لين بيتي مسافة ربع مشي، ربع ساعة نصل البيت مالي، ربع ساعة. يعني ما واحد ببلد مهجر ما صايرة هاي، بس بالعراق انا شفتها صايرة وغيرها ماكو. فاحنا يعني شوفوا لنا حل. وهسه يعني لو فرق على عوائل اكثريتها يعني هسه هاي المخيمات، انتم ما طبتوا على المخيمات، كلها غذائتها غرقانة، اللي غذائته غرقانه واللي خيمته مطوفه، يعني انتهى، فراش ماكو. يعني هسه هاي الناس هاي فرشها، شوف هسه هاي الفراش مخلينه برا، اكثرية الناس فرشها خلتها برا، هاي شوف هذا برا هذا وراك، ذاك الفراش كله منقع، هاي الفرش برا كلها منقعه، كلها منقعه هاي الفرش. يعني ما حول ولا قوه. وندحق على الله سبحانه وتعالى ثم الحكومه يعني بيسوون لنا حل. ناشد الحكومه، رئيس البرلمان، رئيس الدوله، يعني اي واحد شريف يسوي لنا حل مال النازحين. ما جاي يصير حل، هاي صار هاي السنه الثالثه ما يصير حل. هسه احنا منطقتنا يعني بدل ما يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني ناس قاعده بيها يعني ما اعرف ايش يعني شلون. والله وضعنا المعيشي تعبان، يعني تحت الصفر، الناس تعبانه. يعني هسه يعني هاي الناس برمضان المفروض يعني الدوله تنتبه لها، تجيب لها مساعدات، تسوي لها حال. يعني مي ماكو، اول فقره هاي مي ماكو، خلاص مي، لا مي ولا غسولكو ولا غذائكو، غذائك هاي المطر غرقت انتهت، يعني ماكو غذاء. زين، والناشد الدولة يسوي لنا حل، اما يرجعونا مناطقنا يشوفوا لنا حال، ما رجع المناطق ما يخالف، تقول اني ما اقدر ارجعك لمنطقتك جرف الصخر، سوي لي حل، يعني اساعد اجيب مساعدات لهم، اجيب لهم فلوس انطيهم، امكانيه ما عندهم. الناس مرضى كلها مرضى ما عندهم امكانيه هسه تروح للطبيب ما عندها. والله احنا وقتنا مايل اكثر من اللازم، والتجريم من 2014 لحد منذ هذه اللحظه، وصار لنا 8 اعوام او اكثر يعني احنا على هذا الحال. يجي الحار ياخذ بينا قشه، يجي البرد ياخذ بينا قشه، يعني لا متى تعبنا حيل تعبنا، لا محصلين مثل ما يقول قطع اراضي منطينا معوضين عن اراضينا ومستقرين حالها، يعني مستحسف يعني حتى زراع العود خروه، اقول المزارع. واحنا وقتنا مايل والثوب لابسين راقعين رقع على الستر، الى متى يعني نظل هيك؟ يعني اسال الوزير او اسال اي مسؤول او اي ان كان كبير او صغير، هل يقبل عائلته يصير هيك بي مثل اللي صار بينا احنا حاليا؟ فاقول نريد الشمس تطلع تطرد الظلمه.
نقول نريد الشمس تطلع تطرد الظلمة ونحلم بالوطن يرجع كبير اسمه. قبل منضينا ننثر علم بالبلدان وهست من علينا بنور هالنجمة. شعب ما شاف غير الضيم والحرمان وياه اللي حكمه يتاجر بدمه. وشعب مسكين صدق كل من اتشان وصفه تحت الحديدة وشاخ بالقمة. مطلوبين احنا النوب 10 أجيال ووضعنا للأسف ما واحد يفهمه. وضعنا للأسف ما واحد يفهمه. ما تشبع بشر يا ابو الحضارات. شبعنا نواط ما نريد النياشين. نريد نعيش وانت الصيح حيهات. نسوا أبراج ونقور الجيارين. نزف كل يوم معرس للمجنات. نكبرهم بخت للدود والطين. نربيهم لجل علم وشهادات. يروحون وتضى الصورة وحياطين. نزامط بيك لحدود السماوات. نرخص الروح ونذلل لك العين. قضينا أيام نحروب ومتاهات. نبيع الزين ونخاوي الشياطين. يا ابو الطيبين شاخت بينا أحات. لا علم وفهم لا مذهب ودين. قضينا أيام نحروب ومتاهات. نبيع الزين ونخاوي الشياطين. نبيع الزين ونخاوي الشياطين. وي والله ما عندنا حتى فلوس ما عندنا نشتري من السوق مي. والمي مالح لازم بين فترة وفترة يبدلون الفلاتر. وهالمنظمة مثل ما شالوها ما ظل يعني ما ظل رقيب عليها. واحنا امورنا تعبانة وهاي اللي سال على الشطم بين يوم ويوم عاطلة. نقول له بالمشكل ماله شكلها يقول ما اعرف الا. ها بالمنظمة عافى وراح. خطية شال الكرفان ماله وشال يعني هالولد هناك كان مسؤول عليها. والمطر والله دمرنا. اي والله عندنا الخيم مالتنا كلها يعني وقعت. صارنا 10 سنين لا يوم ولا يومين. الخيم خاست يعني. وامورنا تعبانه ما عندنا. نحن من اهالي جرف الصخر نازحين صارنا اليوم 10 سنوات، بالنسبه لنا احنا عندنا تصفيه مال مي مال قسول. صار لها 30 يوم بشهر رمضان، 30 يوم، والله 30 يوم بشهر رمضان، قبل رمضان هي طافيه. والله خلصان العقد مالتها مال المنظمه تروح لابو شو اسمه يقول لك استاذ شاكر راح تدير. والله العظيم 30 يوم خلي يجون يخمون التانكيات بارقات. تانكي مي ما تغسل والله نغسل مي مالح. صار لنا ونسبح صار لنا شهر مي مالح. مي مال البرينه هاي مي البرينه مالح ما ينجرح خلاص. وبالنسبه والله جربت العرب جربت. النوب هاي المطر البارحه جت المطره اي هاي المطره البارحه غرقت العوائل. الله كفيله كان الفرش مالتي صارت مي. قمت اقطب السطل واطلع برا غرقت. ماكو مي جانا المي من فوق متعادل وطب الخيام وبالكرفانات. والله العظيم غرقت الخيام والكرفانات والناس يعني كتلها الضيم. الله اكبر ما صاير. والنوب مي الغسول الله كفيلك صار له شهر وي هاي المحطه اي هاي تبعد تقريبا بالخمس كيلوات. سدوها يردوا الرواتب. مين اجيب لهم رواتب؟ يريد راتب من عندي قل لي ويا تروح تدير قل لك انت مالك علاقه. ناشدنا المسؤولين وكل من يجي يكشخ براسك والله ماكو لو واحد من عندهم بس بالحكي فعل ماكو فعل ماكو. المسؤولين يجي يقول لك انا واني وهو كل شيء ما يسوي. كفيلك الله ما بيدك ما يسوي كل شيء. لو مصلحته تنظر مصلحته يجيك يركض. بس هو على مود احنا ناس فقره شاتلنا ضمي هنا. ادري احنا مهجومه بيوتنا منك ما ينطلنا ما يغسل ما يصير حرام عمي. والله العظيم والله العظيم حرام ثم حرام ثم حرام. هذا مو عمل انساني. العمل الانساني عمي خلي يجمعونا هناك يدفنونا احسن. 10 خلي يزمونا يدفنونا هناك احسن. عمي الناس مي ماكو. الله وكفيلك مي غسول ماكو. عاد انا اسمع مي برينا صار شهر مي شرب. والله العظيم مي شرب ما تحصل ماكو مي شرب. منين مي شرب؟ الله وكفيلك اشتري شو اسمه الكرتونه مال شو اسمه ب 2000 دينار ب 2000 دينار اشتريها الكرتونه مال مي ب 2000 دينار. الماء عنده منين يجيب؟ والله عمي ماكو لا رواتب لا هاي. الناس جات لها ضيم يعني هسه منين تجيب انت؟ منين تجيب؟ الناس امورها تعبانه وجاعده بهظهرها هاي. جات لها ضيم الشمس اقتلتنا البرد المطر البارحه الفرش مالتي. الله كفيلك اليوم كليه المي نقطن. كفيلك الله. الغذائيه صارت تراب. طب عليها المي شو اسوي لها؟ انا حير بجهلي لو حير بالغذائيه ولا شو اسمه؟ هاي هذا هو الحمد لله وشكرا شكرا جزيلا جزاكم الله خير. يا زين غني العجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا صار عندي التماس كهرباء 3 خيام، وإحنا 8 نفرات عايشين هنا بهالمخيم هذه. فما صار التماس كهرباء اشتعل الخيام مالنا ما قدرنا نطفيهن. لا تعرفون أنتم بها غطيان وبها قاز وبها مجمدات، احترقنا انهزمنا من النار. جم الناس ساعدونا على طفي النار ما قدرنا نطفيها، فسكننا هنا بهالمخيم ويا أخوي. وهذا المطر كله علينا واشفين للصبح، لا عندنا غطية. خرف الله على اهل الرحم جابوا لنا غطيان وقعد نمنع عليه ليله وحده، وهسه احنا شفت حالكم يعني هذا قدامكم، ما عندنا غير لا حول ولا قوه. وناشد الناس الخيره اللي يقدر يساعدنا باي شيء يساعدنا. وانا شوف عندي 7 بنات وولدين، وما املك غير رحمه الله. جناسين احترقن، مستمسكات ما عندي احترقن كلهن، وما عندي. الناشد الناس الطيبة الخيرة اللي يسمعون صوتي يعني أي شيء يساعدونا بأي شيء. وعندي مريض يعني أنا كنت راجع بأهلي مريض والله، عمليتها 1,000,000 دينار، وهذا موجود عندي الملف مالها موجود لحد هالساعة. البارحة مع عدنان شيشان حالنا 1,000 فلوجة وما عندي. وهاي شوفت عندكم الخيام مالتي احترقت، ما ظل عندي كل شيء غير رحمة الله. نرجع لوا يا ريت يعني احنا هاي منطقتنا نروح لها مشي منها، وما حد جاي ولا مسؤول سال علينا لا شيء. وما يعني احنا ميتين على منطقتنا، يعني احنا الرب حلال تعرفون ناس عرب وعفنا مناطقنا وهجرونها. صار لنا يوم 10 سنين في هذين الخيام، يعني مو اشكى معانات يعني كل معانا دول المخيمات يعني لا حول ولا قوه. حتى مي والله صافي نظيف ما عندنا، وكل شيء ما نملك ترى هنا عايشين بالمخيم لا حول ولا قوه. وناشد المسؤولين ناس اي واحد سياسيين الناس الطيبه الخيره يعني شو ينظرون بحالنا. هذين المستمسكات اللي تبقى من الحرق ذني اللي لقيناهن، ذني مستمسكات اصوليات ذني سويتهن، وهاي البطاقة السكن، وهذني مال الرعاية ومال هجرة. ذني اللي لقيتهن محترجات من ما عندي غيرهن بعد محترجات، واطلب من الحكومة ان يعوضون لياهن يسوون لياهن. وانا اشكر جهودكم وياي الطيبة واقفين وياي وما قصرتوا. شوفت عنكم اني ما كنت جهال يعني مو الله، وثم ذول العوائل اللي يمي نقدت لعائلتي والله شايف احترقوا ذول الجهال. بس ربك اللي جم ساعدوني وطلعوهم والحمد لله والشكر. يعني غراض نقول تعوض، بس هاي عمليتها 1,000,000 دينار ما عندي انا. شو اطالب والله يساعدوني باي شيء، يعني انا سلام البس ولا ماكل كل شيء ما عندي. الطرق هاي الدشتاش اللي واقف يمكم اناشيد رئيس الوزراء وناشد قوات الامنيه وناشد الشرفاء يعودون لمناطقنا. والله صار لنا اسبوع مي ما عندنا نغسل. احنا شنو ذنبنا؟ احنا عم مو دواعش، احنا ناس شرفاء، ناس نزيهين، احنا اللي معروفين، احنا انا وامثال المعروفين. فاطلب من عندكم ونطلب من القوات الامنيه ورئيس الوزراء يلتفتونا، احنا عم مو دواعش، قاتلنا ونطينا شهداء. والله اسبوع ما عندنا ما ينغسل وجوهنا، والله بالله الكريم نطلب من الشرفاء الحكومه والعرب وكله كل الشرفاء تنظرن بامرنا. يا عم مو دواعش احنا، والله مو دواعش. هنا وضعنا بالضيم عمي، ما نقدر نسبح والله السلام. يعني كليتنا وصيخ وضيم، مي ماكو، إذا ماكو مي ماكو حياة. احنا نازحين من عشيرة العويسات، صار لنا 10 سنين، ما عرفنا من هال10 سنين يعني مرت علينا مآسي. يعني البارحة ابن عمي هذا جاري، يعني هاي خيمي وهو جاري احترق. اليوم الله فك يجوز باشر المخيم يلهب، إذا لما المطر وشوية رطوبة هاي المخيم كله يلهب. ايه وشوفت عيونكم مستمسكات راحن، ما ظل عنده كل شيء، هجم بيته عنده خطيه فليسات ضامهن جوا راحن انتهى هنا. ايه واحنا نطالب من رئيس الوزراء، نطالب من الجهات المعنيه ان يشوفون حل. تعبنا هاي 10 سنين احنا قاعدين بالمخيم، تعبنا تعب يعني ما توقعونا. 10 سنين احنا قاعدين بهالمخيم، وهذا إيه هذا ابني هذا جه هنا عمره هسه صار عمره 10 سنين صار زلمه، شاف الحياه. هاي الجهال شوفت عيونكم. ونطالب احنا نطالب اهم شيء رجوعنا، اريد نرجع. ايها منطقتنا، ايها نجي بيوتنا جاي نشوفهم. يعني عجزنا، تعبنا حيل تعبنا والله العظيم. الله هالنوبة الله سلمه، هذا ابن عمي الله سلمه. يجوز من مرة اخرى الاطفال تحترج. ايه هذا ابنه هذا والله طلعنا بالعزيزة. وجزاكم الله خير ورحم الله والديكم.
احنا نازحين منطقة العويسات وجرف الصخر، صار لنا اليوم 10 سنوات احنا من نازحين. معاناتنا معاناة شديدة، مي الغسول واللي نستخدمه للشرب انقطع من عندنا بسبب المنظمة، انتهى العقد مالها ويقولون هاي والله احنا برواتبنا انقطعت، مي ما نجيب لكم. اقسم لك بالله العظيم هسه مناشدنا خير جاب لنا مي، هسه متهاوشين على الدنكر، كل من يقول مي الي. يعني عليك الله عائلة 10 نفرات نعطيه 500 لتر، 500 لتر تسوي له مال اليوم ما احد ما يسوي له زين، شم دوب يعني ابو الدنكر يجيب لنا؟ جانا الله جاب لنا هذا الرجل الخير وجاب لنا اليوم، باكر من يجيب لنا؟ عقب باكر من يجيب لنا؟ والله العظيم قمنا نشتري المي الشرب شرايه، الغسول اقسم لك بالله قمنا نشرب بهذا المي، نغسل بهذا المي مال البيار المالح، وجربينا عندنا اطفال جربت. الناشد الخيرين، الناشد الناس المسؤولين، الناشد شد الجهه اللي مسؤول عن هذا الشيء، شوف لنا حل لهذا الحل. احنا نازحين، احنا عراقيين، احنا مو جايين من غير بلد حتى نروح نترجى الناس، احنا بلد خيرنا كثير. ما صار اليوم صار لنا شهر نعاني من شغله المي، يعني شنو انقطع العقد مال المنظمه، نموت من الهلاك، ماكو حكومه، الحكومه خلت تنظر علينا وتشوف لنا حل. ما صار اليوم صار لنا اليوم قلت لك والله العظيم اليوم صار لنا شهر مي، تشتغل التصفيه تشتغلها نص ساعه مي، احنا الاطراف ما يصلنا مي ولا 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 تصلنا له قطره. فالناشد الناس الخيره، الناشد المسؤولين، الناشد الحكومه، عمي ها عمي خلي ينظرون الحانه، ما هاي الخير ما يطلع والله بهاي المطر، ثقكم بالله العظيم يعني اكو عوائل قرجت، قضايا سال عليها، قضايا سال عليها راحت قرجت. انا بالنسبه لي والله العظيم عائلتي طلعت بغير مكان بغير عائله من المطر، اكو خيام تفلشت وانت شفتوا مو بس مطر، هوا ويا غوي يعني عدا عندنا والله العظيم بالقطاع الثاني، واذا انتم رحتوا لو ما رحتوا عائله احترقت هنا ما ظلت الا الخيمه بسبب الكهرباء، جدلت الكهرباء عمي هاي دقيقه واحده ما لحقت الاطفال يتصلوا واحترقت الخيمه. وزين الحمد لله والشكر ان نقذت العوائل اللي بيها، والله العظيم كارثه. ملابس كل شيء ما ضل. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نازحين اهالي جرف الصخر ونعاني من مشاكل كثيره، ويمكن كل المسؤولين وكل الحكومه وكل العالم يعرف اللي صار بالنازحين، وهسه هاي المطره اللي اجتنا يعني حتى اكو خيمه هناك من التماس الكهرباء بسبب المطر احترقت ولا تعوض منه، مو خيمه واحده انما البيت كله مالتهم احترق، واللي خيم تعبانه وطب المي كلي تعال عوائل جوا، يعني توقع احنا عوائلنا الهمزين اكو ذن شراب يوزعوهن وخلينا العوائل المي قام يطب من جوا الخيمه او من جوا الكرفان اللي انطونا اياه، لاي القرفه الخشب، فخلينا الجهال المطر قوي فخليناهم فوق الشرابي الحين ما انتهى المطر، فما شفنا يعني واحد جاي قال ذولا ايش عندهم ايش بيهم شلون. بس بوقت مثلا قربت هسه انتخابات شفنا تقريبا اليوم هم اجانا كم واحد اي وهذه واللي يشيل قام يشيل هاي 100,000 وهاي 50,000 وهاي ما ادري شنو، فاحنا ذني ما نريدهن، احنا نريد شوفوا لنا حل رجعتنا لجرف الصخر، احنا ما علينا بالناس التعبانه، يعني احنا ناس قاعدين بخيام فقره، احنا مو مال لا داعش ولا غير هاي الامور، شويه دحقوا على هاي العوائل، خلوا الله يرحمكم. اكو موظف او مسؤول ياخذ 30 مليون وبيهم ذن اللي يبوقهن يجوز 100 مليارات، والنازح قاعد بخيمه يريد له الشهر مالته 100,000 ما اكو. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نازحين من منطقه العويسات، احنا مخيم بزيبز، البارحه الليل كلي تمانا منا لا احنا ولا اطفالنا، غرقنا الماي طبنا منه يطلعنا منه، والفرشنا غرقت، قضايتنا غرقت، وشوفوا لنا حل لهالخيام، شوفوا لنا حل، يعني يا ما تنظل على هالحاله، لا نوبتنا نومه، لا قعدتنا قعده، لا تعلولتنا تعلوله، يعني نظل هيك احنا، التفتوا علينا احنا المسؤولين، يا الناس الخيره. الساعه 5:30.
لا والله ما اشترينا ملابس، والله ما عدنا، احنا قاعدين بالخيم منين نجيب ملابس؟ حتى ملابس العيد ما اشترينا. والله الباحة والباحة تقرقنا، فوشنا كلهن تقرقن، الباحة نمنا بالقطع، والله نمنا على القاع، ويعني الباحة مطرت وما يعني ما عدنا قطع نتغطى بيه، مطر اقسم بالله. طيب جي علينا من الخيم والقرف كلها تقرقت والكرفانات كلها راحت مي، وفوشنا كلهن تقرقن، والله نطالب ينطونا بيوت، نطالب يعني نطالب نرجع لمناطقنا، يعني ما لو يسوون بيوت قرف يسوون ياهن، طالبين منهم شيء يأذيهم؟ يعني هالقرف صعبة عليهم ينطونهم للنازحين بس بوقت الانتخابات يجون علينا؟ والله وضعنا تعبان، حل تعبان والله، يعني الغبار البارحة والمطر تقرقنا، والله حل تعذبنا من المطر البارحة. والله الخيمة أصلا طلعنا برا، إحنا الخيمة والبرا نفس الشيء، تقرقنا بالخيمة، نقعد برا أحسن لنا من نقعد بالخيمة. تقرقت الخيمة، طب عليها المي تقرقت، طلعنا برا وفوشنا الباحة نمنا برا. كتبي والله إذا ما نطلنا عطلة كان ما رحت للمدرسة. كتبي تقرقت وجنطتي تقرقت، ملابسنا كلها تقرقت. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نازحين جرف الصخر عشيرة العويسات، احنا صار لنا 10 سنوات بهذا المخيم، يعني ما افتهمنا من حياتنا اي شيء. هذا جارنا اليوم البارحة احترق، ولا حول ولا قوة، ما يملك هاي الخيمة قاعد بيها، وهي مناطقنا ما تبعد عنا 5 كيلوات، يعني احنا شنو ذنبنا؟ يوم صارنا 10 سنوات احنا قاعدين بخيم، وشنو سوينا؟ احنا نطلب من الحكومه، نطلب من رئيس الوزراء ان يشوف لنا حل، اما يبنى لنا بيوت، اما يرجعنا لمناطقنا، احنا ناس فريح على باب الله. احنا شنو حال الحكم؟ ما احنا بالا فرد نوب، يعني شنو ذنبنا احنا سويناه؟ وهذا جارنا البحر احترق، باتوا هم وجهالهم برا، شنو ذنبي؟ وضع المعيشي صفر، ماكو اي كل شيء، ماكو لا جتنا اي مساعدات من الدوله، لا كل شيء، لا التفت الحكومه، كل شيء ماهو. ينطونا كرتونه هاي مال المهجرين ما نشل،